طيب دلوقتي بقى عايزين نعمل implementation للكلام ده على الماتلاب، بس كان في ملحوظة بسيطة يعني حابب أنوه عنها قبل ما نروح في الجزء اللي هو يعني التحويلات دي، الإكويشنز دي ممكن يكون في حاجة مكانتش واضحة. دلوقتي احنا كان عندنا الإكس اللي هي احنا قلنا هنعمل لها دي سي تي تمام عشان نحولها لواي، فهنعمل رو ترانسفورم. يعني الروز دول المفروض ان هم هعملهم ترانسفورم، فالروز لما يتعملهم ترانسفورم هيتحولوا لكولومز تمام. او احنا المفروض عملنا ايه، خدنا الاكس جبنا الترانسبوز بتاعها يعني الروز بقوا كولومز تمام، فبالتالي الترانسبوز اللي حصل ده ان هم بقوا كولومز، فلما اجي اطلع الواي يعني الروز دول هيبقوا ترانسفورمد في الكولومز هنا تمام. فبعد كده انا عايز اعمل ايه، عايز اخد الواي اعمل ترانسفورم دلوقتي على ايه، على الروز برضو تمام. ف اللي هما المفروض كانوا الكولومز هنا جميل، يعني الكولومز هنا دول هما الروز هنا لسه ما اتعمل لهمش الترانسفورم، فدول بقى لما اجي اعمل لهم ترانسفورم هحتاج ان انا اعمل ترانسبوز تاني ليهم تمام. وفي الاخر يعني نطلع الزد اللي هي زي ما قلنا بالايكويشن بتاعتنا دي، ده كده في الدي سي دي وده الانفرس دي سي دي. فتعالوا نبص للكلام ده على الماتلاب هيبقى عامل ازاي. تعالوا في الاول نجرب كده مثال بسيط، احنا عندنا الاكس ايكوال 1 2 3 4 حاجة كده 2 في 2 تمام. فعندنا برضو في 2 functions ممكن نشتغل بيهم، يعني ممكن اقول ان انا عندي الواي ايكوال دي سي تي 2 دي بتعمل 2 دي سي تي تمام. دي بالنسبة لي بتعمل زي ما قلنا 2 دي سي تي يعني لو انا عندي حاجة 2 دي مثلا هنا الاكس، بعد كده هنشوف بقى على الايمج نفسها. فالمفروض ان انا بيكون عندي ده كده الاوتبوت. طيب لو هنعمله بطريقة الماتريكس هنعمله ازاي؟ هقول والله بكل بساطة انا عندي الزد هتبقى ايكوال دي سي تي ماتريكس اوف 2 ان هو طولها 2 في اكس في دي سي تي ماتريكس 2 برضو بس ترانسبوز، فلاقي ان فعلا الاتنين بيطلعوا زي بعض. ولو عايز اعمل الانفرس بقى بكل بساطة يبقى هقول يا اما اي دي سي تي 2 تمام، او ان انا اقول الاكس ايكوال السي ترانسبوز في الزد في السي تمام، زي الايكويشن ايه سي ترانسبوز في الزد في سي. طيب عظيم جدا، تعالوا بقى نشوف الكلام ده ازاي نوقعه على صور. طيب مبدئيا كده كلير، عندنا في صورة مشهورة برضو في الايمج بروسيسنج اسمها كاميرا مان، تعالوا كده نبص عليها. هي يعني دي موجودة implemented في الماتلاب نفسه تمام، يعني دي موجودة في اللايبرريز بتاعت الماتلاب او في الدايركتري بتاعت الماتلاب، فيعني دي مش محتاجة تبقى موجودة عندكم، ممكن تشغلوا السطر ده عندكم وهيشتغل على طول يعني ان شاء الله جميل. فتعالوا كده نبص على شكل الصورة عامل ازاي تمام. عندنا في شخص واقف بكاميرا ودي كده الداتا بتاعته، المفروض ان هو 256 في 256. هنلاقي ان احنا حولناها دبل علشان احنا هنعمل عليها شوية عمليات حسابية ان احنا نجيب بقى الترانسفورم. لو تفتكروا يعني بنحتاج ان احنا نخليها دبل، ان هي المفروض في العادي هنا لو عملنا كده لان هي unsigned integer 8، فاحنا محتاجين انها نخليها دبل ان هي تقبل انها يكون فيها كسور ويكون فيها بوست بونيجاتيف تمام. طيب عظيم جدا، ف ده كده لحد دلوقتي تمام. دي كده الصورة اللي احنا شفناها من شوية بتاعت الكاميرا مان. طيب دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل ايه، تعالوا كده معلش نجيب الصورة تاني. اللي هيحصل كالاتي، احنا عندنا مفروض الصورة دي لما نيجي نعمل لها كومبريشن
ما ينفعش اخدها كلها، او يعني مش يعني مش مستحب ان انا اخدها كلها واعمل عليها الدي سي تي ترانسفورم، تمام، وبعد كده اشيل الهاي فريكونسي. يعني زي ما قلنا بقى هنعمل الكومبريشن بتاعنا بان احنا نشيل ايه الهاي فريكونسي في الصورة، ان هو هيكون قيمه قليلة فاحنا مش محتاجين، تمام. فمش مستحب ان انا اعمل الكلام ده على الصورة كاملة. طب اعمل ايه؟ هنقسم الصورة بلوكات 8 في 8، 8 بيكسلز في 8 بيكسلز. الصورة دي كلها هنقسمها بلوكات 8 في 8، تمام. ده الستاندرد الموجود في الجيبك او الجي بي جي. فالمفروض ان هو بيقسم الصورة 8 بلوكات 8 في 8، وكل بلوك بيجيب له الدي سي تي، وبعد كده يعمل الترانكيشن بقى اللي احنا كنا شفناه قبل كده، تمام. فاحنا ايه اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي؟ احنا عايزين ناخد الصورة دي نقسمها بلوكات، كل بلوك نجيب له الدي سي تي بتاعه، تمام، اللي هو 2 دي دي سي تي، وبعد كده نشيل منه الهاي فريكونسي. طيب في عندنا فانكشن بتسهل علينا الموضوع ده، اسمها ايه؟ اسمها بلوك بروسيسنج. تعالوا نبص كده في الهيلب بتاعها، بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا بي ايكوال بلوك بروسيسنج اوف ايه، وعندي هنا في سايز معين بيخش فانكشن. طيب دي بتعمل ايه؟ بكل بساطه المفروض انها بتعمل الاي دي بالنسبه لنا اللي هي كانها الايمج، تمام، والبي ده الاوتبوت بتاع البروسيسنج. فانا بقول له ايه؟ بقول له اعمل لي بلوك بروسيسنج على السايز ده اللي هو بالنسبه لي المفروض هيبقى 8 في 8 بالفانكشن الفلانيه دي، تمام. يعني انا عندي في بيقسم الصوره اللي عندي اللي هو ال 2 دي ماتريكس اللي عندي بيقسمها بلوكات ام في ان، تمام، ويطبق الفانكشن دي على كل البلوكات، تمام، على كل بلوك بيطبق الفانكشن دي وفي الاخر يرجع لي البي. فدي ظريفه قوي بالنسبه لي، تمام. طيب تعالوا نشوف كده هنعرف نعمل الكلام ده ازاي. في الاول احنا قلنا عندنا هنشتغل على 8 في 8 بلوكات 8 في 8، فمحتاجين السي بتاعتنا تكون ايه؟ 8 دي سي دي ماتريكس اوف 8. حلو جدا. تعالوا نركز هنا الاول. المفروض ان احنا عندنا الاي بتاعتنا دي الصوره بتاعتنا، وعايزين نطلع البي دي اللي هي بعد ما اتعمل لها دي سي دي. عايزين البلوك بتاعنا حجمه 8 في 8، والفانكشن بتاعتنا هنبنيها لسه هنبنيها اسمها دي سي دي فانكشن، تمام. طب دي بنعملها ازاي؟ بنعملها بان احنا بنعرف الاول بلوك ستراكشر، تمام، دي سينتكس بتاعته. البلوك ستراكشر بتاعنا ده بنعرفه ان هو عباره عن دي كده الفانكشن اللي احنا عايزين نعملها، تمام. فبنعرفها انها بلوك ستراكشر عشان دي بتخش في البلوك بروسيسنج. هي عباره عن ايه بقى الفانكشن؟ عباره عن سي في الداتا بتاعت الاستراكشر ده في السي ترانسبوز. دي كده الايكويشن اللي هي كانت عندنا هنا، الايكويشن بتاعت الايه؟ الدي سي دي، تمام. طيب فيعني ده كده معناه ايه؟ بكل بساطه الاستراكشر انا باخد منه الداتا. يعني ايه؟ يعني البلوك اللي هو 8 في 8 ده انا باخد منه الداتا، وباخد وبعمل فيها ايه بقى؟ اخد السي اللي هي الدي سي دي ماتريكس اضربها فيه، ومن الناحيه الثانيه بضربها في الترانسبوز بتاعها، تمام. الكلام ده بيطبق على كل بلوك من البلوكات ال 8 في 8 في الصوره كلها. في الاخر بيطلع لي البي معمول لها دي سي تي في كل جزء من الاجزاء اللي هم 8 في 8 بتوعها. فتعالوا كده نبص ونشوف هيطلع لنا ايه. دي كده البي بتاعي، تمام. هلاقي ايه اللي حاصل لو جينا بصينا؟ شايفين الجزء اللي هو 8 في 8 ده كده بالنسبة لي بلوك اتعمل له دي سي تي، تمام. هلاقي ان انا عندي قيمة هنا كبيرة، وهنا برضو ما زالت كبيرة. فاكرين بقى هنا بقى هنحتاج حتة الترتيب بتاع الفريكونسي، تمام، اللي هو الزجزاج، ان دي اعلى دي اقل فريكونسي ولا ايه؟ دي اقل فريكونسي بالنسبة لي، بعدين دول، بعدين دول، بعدين دول، وهكذا. فهلاقي ان انا كل ما ببعد كل ما ايه في اصفار بتظهر بالنسبه لي. طب انا خلصت 8 في 8، اخش كده شويه يمين هلاقي ان انا ظهر لي بلوك 8 في 8 تاني، تمام،
وهكذا سواء من اليمين او من تحت. فكل 8 في 8 كل بلوك 8 في 8 المفروض ان هو اتعمل له دي سي دي ودي كده القيم بتاعته. تمام. طيب كان في اوبشن تاني ممكن نشتغل بيه اللي هو في الدي سي تي فانكشن، ان احنا نشتغل بالدي سي تي 2 فانكشن. تمام. وندخل لها بقى على طول اللي هي الداتا بتاعت البلوك اللي موجود عندي. فسواء هنشغل السطر ده او السطر ده الاثنين يعني هيطلعوا نفس الاوتبوت. تمام. طيب حلو، احنا كده طلعنا البي بتاعتنا اللي هي بالشكل ده. عايزين بقى نعمل ايه؟ احنا قلنا المفروض ان احنا عايزين نعمل ترانكيشن، عايزين نخلي الهاي فريكوانسي بصفار. فاللي احنا هنعمله هنا بكل بساطه ان احنا هيبقى عندنا ماسك، الماسك ده 8 في 8 وحاطين فيه وحايد بترتيب الزجزاج، وهناخد الماسك ده نضربه في البلوك ده. تمام. هناخد الماسك ده 8 في 8 نضربه في البلوك ده، ففي الاخر هيعمل ايه؟ هيسيب لي بس اللو فريكوانسيز ويشيل لي الهاي فريكوانسيز. انا هنا سايب كام واحد؟ سايب 10 وحايد، يعني 10 اوف ذا دي سي دي كوفيشنتس اللي هم 4 كان 64. فبالتالي الكومبريشن ريشيو بتاعتي قد ايه؟ انا كان عندي 64 خليتهم 10، ف 64 ناقص 10 اللي هو 54 على 64 هيطلع لي حوالي 85% كومبريشن ريشيو بالنسبه لي. تمام. طيب انا كده عملت الماسك بتاعي، طب هضربه ازاي بقى في كل بلوك كل 8 في 8؟ بنفس الطريقه برضو اللي هي الفانكشن اللي هي بلوك بروسيسنج. هنعمل فيها ايه؟ هدخلها المره دي البي اللي هي ناتج الدي سي تي، وهدخلها 8 في 8 برضو ده السايز بتاعي بتاع البلوك. تمام. وبعد كده الفانكشن بتاعتي بقى هيبقى شكلها عامل ازاي؟ بكل بساطه انا هاخد الماسك واضربه في الداتا بتاعه الاستراكشر. تمام. اللي هي بالنسبه لي الداتا بتاع الاستراكشر اللي هي داتا كل بلوك، هضربها دوت، خلي بالكوا في دوت برودكت يعني element باي element. تمام. يعني ده يتضرب هنا وده يتضرب هنا وهكذا بقى. جميل. طيب هيطلع لي البي 2. تعالوا بقى ايه ننفذ الكلام ده ونشوف هل فعلا حصل كده ولا لا. لو جينا قارنا البي 2 بالبي هلاقي فعلا صح ان هو ساب لي القيم دي بس اللي انا كنت حاطط عندها وحايد في الماسك، والباقي كله خلهولي بصفار. طيب عظيم جدا، ماشي كده احنا يعتبر عملنا الكومبريشن بتاعنا. طيب تعالوا بقى نرجع تاني نرجع الصورة للسبيس دومين، ان هو ده يعني عايزين نشوف الصورة فيه، نشوف التأثير بتاع الكومبريشن فيها عمل ايه بالظبط. فهنعمل فانكشن برضو انفرس دي سي تي. تمام. دي شبه اللي فوق بالظبط، بس الترانسبوز بقى هنا بدل هنا اللي هو زي في الايكويشن اللي كنا اتكلمنا عليها هنا، ده الانفرس دي سي تي في حاله ال2 دي. تمام. بنفس الفكره بالظبط هنعمل هنجيب بقى الاي 2. الاي 2 دي بالنسبه لنا اللي هي الصوره بعد ما عملنا لها كومبريشن. طيب عظيم جدا، هدخلها البي 2. ده كده المفروض ان احنا بعد ما صفرنا عملنا ترانكيشن للهاي فريكوانسي، وهعمل عليها انفرس دي سي دي عشان ارجعها بقى للسبيشال دومين بتاعي. طيب عظيم جدا، تعالوا بقى نشوف شكل الكلام ده هيعمل ايه. هلاقي ان انا عندي صوره يعني ايه مبكسله شويه، هي كده المفروض انها اتعمل لها فعلا كومبريشن. طب تعالوا كده ايه نتاكد، تعالوا نرن الكود تاني من اول لاخر. دي كده الصوره قبل الكومبريشن، ودي الصوره بعد الكومبريشن. واضح ان في يعني في شويه من الريزوليوشن راحوا بالنسبه لي، ده نتيجه ان الكومبريشن ريشيو كانت عاليه 85% حاجه كبيره. ولو جربنا نعمل سيفنج للصور اللي هي الاي دي اللي هي الصوره الاصليه اللي موجوده عندنا، والاي 2 اللي هي الصوره برضو اللي احنا عملنا لها كومبريشن، لو جربنا نسيفهم ك جي بي جي طبعا يعني ده هو بياخد بقى القيم دي نفسها ويعمل لها برضو ايه جي بي جي كومبريشن، يعني هو مجرد بس ده يعني
يعني بيدينا انديكيشن يعني عن الكومبريشن اللي احنا عملناه، بس هو الماتلاب بقى نفسه لما بيسيفها هو كمان بيعمل لها كومبريشن. تمام، فلما نيجي نبص كده هنلاقي عندنا المفروض دي كده الصورة الكمبريزد 6 كيلو بايت، والانكمبريزد كانت 11 كيلو بايت. تمام، فواضح ان الكمبريزد فعلا فيها جزء كومبريشن زي ما احنا كنا عايزين نعمل. تمام، طيب لو احنا عايزين نزود شوية في ال يعني نزود شوية في نوضح شوية في الريزوليوشن، يعني ايه؟ يعني عايزين يبقى فيه higher frequencies اكتر، فخلاص يبقى ممكن نخلي دول بوحيد كده. تمام، ممكن نعمل run. بعد ما نعمل run هنلاقي ان طلع لنا حاجة عاملة كده زي ما احنا شايفين، الى حد ما احسن من اللي فاتت، يعني الريزوليوشن احسن من اللي فات. طب تعالوا كده نزود كمان higher frequencies. هنلاقي الصورة بقى بتوضح أكتر، يعني احنا بنديها components أكتر من ال high frequency، فبالتالي ال compression ratio طبعا هتبقى أقل، يعني احنا مش عاملين compression بزيادة، فهنلاقي الصورة بالنسبة لنا أوضح. يعني لو جينا بصينا على الاتنين كده هنلاقي إن هما يعني إلى حد ما قريبين من بعض. تمام، طيب عظيم جدا. ده كده بكل بساطة ازاي ان احنا ممكن نعمل compression للإيمج بتاعتنا.